أما هلأ رح نروح لمساحتنا الختامية لليوم مع أهل الخير. هي مبادرة أطلقتها مؤسسة جيلنا بالتعاون مع اتحاد شبيبة الثورة خلال الشهر الفضيل لتعزيز أهمية التشاركية المجتمعية عبر جهود المتطوعين من مختلف الأعمار والفئات والمساهمة بتقديم الدعم للأسر ومشاركتهم لقمة طيبة وأكيد مع محبة كبيرة. رح نحكي عن أبرز طبعا الخطوات بهي المبادرة وتفاصيل أكثر عنها مع ضيوفنا لليوم الأستاذ نجيب حاج بكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة جيلنا والأنسة لورا حاج حسن المدير الإداري بالمؤسسة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحكم ورمضان كريم. بالبداية انطلقت مؤسسة جيلنا بال 2020، خلينا نعرف الناس عليها أكثر، شو الهدف الأساسي للمؤسسة؟ شو أهم المجالات اللي بتشتغل فيها؟ صباح الخير، يسعد صباحكم. هلا مؤسسة جيلنا هي مؤسسة أهلية غير ربحية، تأسست في دمشق برقم 1950 لعام 2020، بيشمل نشاطها كافة أراضي الجمهورية العربية السورية. هلا تصنف نحن مؤسستنا بمجال العمل هنا التنمية والإسكان وجميع الأعمال الخيرية. طيب خلينا نحكي أكثر مع حضرتك اليوم، يعني أهل الخير هي مبادرة أطلقتوها بالشهر الفضيل، تعرفنا أكثر عليها. صباح الخير. طبعا مبادرة أهل الخير جاءت بظل الظروف الصعبة اللي لا يخفى على أحد اليوم أنه الحصار الجائر اللي فرض حتى على لقمة المواطن السوري. فمن هون دور المجتمع الأهلي جاء وبمؤسسة جيلنا أنه نقدم أي شيء ولو كان أثر إيجابي اليوم للناس. فنحن أطلقنا هي المبادرة اللي هي عبارة عن تحضير وجبات الإفطار للصائمين وللأسر الأكثر احتياجا. طبعا بالمقابل أنه نحن كل فترة عم نحاول أنه نجمع بعض السلع الغذائية ونستهدف الشرائح اللي احنا بنشوف انه هي بحاجه اكثر لحتى نحن نوصل لها. فنحن متمنى انه هيك مبادرات هي الغايه منها انه تترك اثر يعني بهي الظروف الصعبه، وهذا دور المجتمع الاهلي دائما. نحن بشهر الخير والبركه والخير وعمل الخير بيكثر بهيدا الشهر، واساسا معروف عن المجتمع السوري عمل الخير من نحن وصغار، كنا نشوف اهالينا كيف كانوا يساعدوا الجيران بشهر رمضان المبارك، السكبه بتلاقيها عم تقدمي لجارك السكبه، اي حدا ممنوع حدا يمر من الحاره الا ما ياكل من طبخ اهالي الحاره. خلينا نحكي يمكن مؤسسات كثير شبابيه كان لها دور بالمجتمع المحلي خلال الازمه، بدنا نوجه تحيه لكل الشباب السوري لانه فعلا عندهم امكانيات كثير هائله ودائما بيفاجئونا، ودائما كان في تشاركيه بين بعض المؤسسات والجمعيات. خلينا نحكي عن التشاركيه مع اتحاد شبيبه الثوره اليوم معكم، قديش هي التشاركيه ممكن كمان تاثر بشكل ايجابي لتطور العمل؟ هلا هي التشاركيه كانت معنا مع الاتحاد، كان لهم دورهم كثير مهم معنا، هن امنوا لنا مكان الاقامه للمبادره. بحب وجه تحيه للدكتور عفيف الدلا اللي هو ساعدنا كثير بمكان الاقامه، وعندنا كمان يعني فريق رابط العباسيين كمان كان مساعد لنا بتوزيع الوجبات وتحضيرها مع فريق مؤسسه جيلنا التطوعي. اكيد اليوم لما عم نحكي عن التطوع يمكن صار التطوع هو السمه الابرز بجمعياتنا كلياتها، وخصوصا خلال المناسبات بنشوف كل الفرق التطوعيه تكون مستعده ومجهزه حالها، كان شهر رمضان، الاعياد، كورونا، كل شيء كان في لهم بصمه كثير كبيره. نحكي اكثر عن الفريق المتطوع، كم شاب بيضم، كم صبيه، اليه العمل. هلا مثل ما تفضلت زميلتي لورا، هلا مؤسسه جيلنا نحن انطلقنا ببدايه الحرب الظالمه اللي فرضت على البلد. طبعا نحن تشكلنا وكان تجمعنا باسم سوريانا، من ثم نحن وصلنا لمشروع جيلنا الانمائي بال 2020 وقت اللي وصلنا للمرحله. طبعا نحن بندرس الاحتياج، بدك تدرسي اكثر المجتمع. نحن عم نتحدث اليوم يعني عن مؤسسه بدها تكون هي رديف للدوله، وخاصه بزمن الكوارث اليوم المجتمع الاهلي يعني دائما كان في كثير من المبادرات اللي بتصير هي مبادرات عباره عن مبادرات عشوائيه، لكن شيء حلو. انت عم تحكي عن جيل الشباب بسوريا و يعني جيل منتمي، انت عم تحكي عن بلد عمره 10,000 سنه، فمن الطبيعي بده يكون دور الشباب رح ينزل، لانه هذا ارث حضاري، فهو بينعكس دائما على الارض. ودائما انت الشعوب المتحضره بتشوفيها بوقت الكوارث وقت الحروب. هلا احنا ايمانا منا بدور المجتمع الاهلي هو الجسر ما بين الحكومه والشعب، قلت لك انه نحن عم نحكي عن 10 سنوات من عمر الحرب، فكثير حاولنا نتواصل مع كثير من الجهات. من اهداف مؤسسه جيلنا ايضا انه نحن دعم المبادرات واحتضان كثير من الفرق التطوعيه. هلا بهي المبادره كانت دائما اي مبادره، وخاصه مثل مبادره بنحكي على عمر 30 يوم،
فبيكون اكثر واحتكاكك انت بالمجتمع. فنحن اليوم حاولنا انه مثلا تقدري توصلي لمرحله انك انت عم بتجسري اللي هو شغله ثانيه مهمه جدا بهيك مبادره. احنا عم نحكي على عامل كثير مهم انه انت عندك بيئات متعدده. سوريا دوله غنيه بثقافاتها بحضاراتها باديان، فانت هيك مبادرات دائما عم بتكوني اكثر انت يعني التماسا حتى مثل ما نقول بوجبات الطعام. اليوم كل مثلا بيختلف مثلا الاكل ما بين حوران ما بين ادلب ما بين مثلا اللاذقية طرطوس كذا، فانت هيك مبادرات وكانت كثير منيحه لتقرب الشباب من بعض. هي من جهه. الجهه الثانيه بموضوع الجمعيات، نحن اليوم قدرنا انه نحن مثلا يعني مثلا مؤسسه جينا اليوم مثلا على فرض عنا وجبات طعام مثلا بتحاكينا مثلا جمعيه او فريق تطوعي، وكثير من الفرق يعني هن طلعوا معكم وحكوا مثلا عن مبادرتنا. فاليوم مثلا على مبدا السكبه مثل ما تفضلتي انه بتمري، هي كثير منيحه لتعزيز هي المسؤوليه، تعزيز انه مثلا هي الروح رح اقول لك الوطنيه اليوم بالبلد. نحن اليوم مثلا عم نتحدث مثلا عن مبادره ونحن عم نقول انه في شباب اليوم على الجبهات، كمان كذلك انه في من رجال الجيش العربي السوري كثيرين مثلا عم يجوا مثلا بيقاتلوا معنا، وهن يعني هذا جهاد. يعني اليوم العمل اليوم التطوعي هو جهاد، كما الجهاد اللي بيكون هذا جهاد النفس كما بيكون على الجبهات. فنحن دائما بنحيي مثلا الرجال اللي هن يصومون على الحياه ويفطرون على الشهاده، فهذا كثير شيء كثير مهم انك انت مثلا تلاقي طالب الجامعه صباحا. صدقا يعني انا امبارح مثلا عندي احد الطلاب الجامعات جيت لقيته الساعه 8:30 كان عم يجلي، يعني شفتي عندنا حلل وكذا، فهذا كثير شيء حلو انه بتلاقيه مثلا هو عم بيجلي بيقول لي انا مثلا هلا رجع لدوام الجامعي، بيقول لي انا مثلا بدي اطلع على الجامعه جيت والله لحتى اجلي معكم. هذا كثير مثلا هيك مبادرات كثير شيء حلو. اثنين مثلا انه مثلا بالنسبه لهيك مبادرات قدرنا نشبك ما بين القطاع الحكومي والقطاع الاهلي، قدرنا نشبك ما بين الشركات الربحيه والغير ربحيه. اليوم مثلا عندك مثلا فرق اعلاميه عم تشتغل معنا، انا بحييهم مثلا فريق دماسيا، هن عباره عن طلاب اعلام كمان هن متطوعين نزلوا معنا من البدايه. فانت يمكن عم بتشوفي مثلا صورتنا مثلا اليوم على الفيسبوك على الانستا حتى على صفحاتنا الشخصيه. فهن اليوم عمليا نحن عم نحاول انه نحن نربط الشباب ما بين الاكاديمي ما بين سوق العمل عن طريق هي المبادره. دماسيا قدروا اليوم طلاب الجامعات انه هن اليوم عم بيقدر بيصور بمنتج الى اخره. نحن مثلا عندنا شركات ربحيه، مثلا فيني مثلا وجه تحيه مثلا شركه المؤيد نزلوا معنا من البدايه ودعمونا، وهذا كثير شيء كثير كان منيح. الاتحاد شبكه الثوره كقطاع حكومي الشباب اللي عندهم يعني مثل ما بيقولوا انجبلنا نحن بمبادره وحده، وهذا مش غريب على الشباب تماماً. السوري اليوم كثير من الشباب عم يقدموا مجهود وطاقه وانجازات كثير مهمه. لهيك بالختام بدنا نشكركم على وجودكم معنا وبدنا نوجه تحيه لكل كادر مؤسسه جيلنا. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لوجودكم معنا. شكرا.